لم يحالفهم الحظ. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، نتواصل مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة من هنا من عاصمة الميادين، ومع هذه الشعارات المنطلقة الباحثة عن الناموس، الشوط الثاني عشر والمخصصة للحول محليات الأصايل، المسافة هي 8 كيلومترات. الصدارة والمقدمة، هناك صدارة هذا الشوط معالية سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي، يتواجد معالية على المقدمة والمركز الأول. انتقل مباشرة مع المركز الثاني وثاني المراكز من حاف، ناصر بن عبيد بن يزرب العامري المركز الثالث، تاب شعار حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع التابع هناك أيضا من الجانب الأيمن العاصمة، هناك جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري، أيضا البرنس يقدم العاصمة في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. أنتقل مباشرة أعزائي المشاهدين، أعزائي الحضور، أيضا متابعي رياضة الآباء والأجداد، أيضا المركز الخامس في هذه اللحظات، خامس التحدي تحديات، أيضا فزعة سالم بن راشد الدوحة، هناك أيضا من يتواجد مع المركز الخامس في هذه اللحظات. والمركز السادس القدوم من المراكز الخلفية، هناك من على بعد الشعار الذي دائما غنيا عن التعريف، محمد بن غانم بن حمود الظاهري مع خيرة، هناك أيضا يتواجد مع المركز السادس والمركز السابع. هناك أيضا أتابع أيضا أعزائي المشاهدين شعار بالشيبة، هناك أيضا يتواجد منصور بن أحمد بن علي بالشيبة السبوسي مع الطيارة، والمركز الثامن، ثامن التحديات والإثارة والانطلاق والمسار، هناك أيضا من المراكز الخلفية. بدأ هناك الزحف أيضا مع هملولة سيف بن محمد بن سيف الأقفلي، أيضا أعزائي المشاهدين متابعي هذه أيضا هملولة، أيضا أعزائي المشاهدين الشعار الغني دائما عن التعريف، فتواجد على العموم مع المركز العاشر. هناك أيضا تتواجد الشاهنية وأيضا مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي، هناك أيضا الشعار بالعور يتواجد غلبا وغالبا من عاصمة الميادين. هكذا أعزائي المشاهدين متابعي هذه الرياضة، الانطلاق الشوط الثاني عشر والمخصصة للحول محليات الأصايل، عودة إلى الصدارة، هناك عودة إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول، التحدي والإثارة، الانطلاق، الاندفاع، هناك أيضا مع سن الكبار وتحديات الكبار وصراع هناك الكبار بهذه الشعارات. صدارة هذا الشوط والمقدمة عالية سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي، هناك أيضا باحثا عن الناموس، هناك أتى من ميدان الخزنة لكي يشارك معالية مع هذا الانطلاق. المركز الثاني، ثاني المراكز في هذه اللحظات من الجانب الأيمن خيرة، هناك أيضا محمد بن غانم بن حمود الظاهري، ولكن التحدي والإثارة من الطيرة، أيضا حمودة بن غانم بن علي بن حمودة أيضا يتواجد مع المركز الأول. أتابع المركز الثاني من الجانب الأيمن العاصمة، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري، والمركز الرابع في هذه اللحظات تتقدم فزعة أيضا سالم بن راشد الدوحة، أيضا في هذه اللحظات المركز الخامس، خامس التحدي والإثارة من منحاف، ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، والمركز السادس، سادس المراكز، هناك أيضا القدوم في هذه اللحظات. الله يا المركز السادس، الله يا هملولة سيف بن محمد بن سيف الأقفلي، هناك أيضا متواجد مع هذا الانطلاق الجميل وفي هذا المسار. هذا الشعار الذي دائما يتواجد مع صدارة هذا الشوط في كل جيل، بينما هناك التحدي من الطيارة بدأت تطير، هناك أيضا وتحلق في سماء الوثبة مع منصور بن أحمد بن علي بالشيبة السبوسي، والمركز التاسع أراقب، هناك أيضا وصول من الشاهنية مبارك بن محمد بن مبارك الأخيلي، والمركز العاشر هناك التحدي من أيضا أعزائي المشاهدين هذا التحدي والإثارة الزعفرانة،
هناك أيضا المركز العاشر أعزائي المشاهدين حاملة رقم 12 وهي طيارة أيضا خليفة بن حمد بن سالم الاكتبي. هكذا التحدي والإثارة والانطلاق الجميل في هنا أيضا في هذا الصباح. عودة إلى صدارة هذا الشوط مع المقدمة والصدارة والمركز الأول. بدأ البرنس هناك يتسلل، بدأ البرنس يتسلل على صدارة مع المركز الأول، مع العاصمة هناك أيضا على صدارة هذا الشوط. ونحن في العاصمة هناك جال الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري هنا أيضا يتواجد مع العاصمة، يتواجد مع هذه الذلول العملاقة المميزة أيضا بهذا الأداء وبهذا الشعار وبهذه أيضا النجمة البيضاء. المركز الثاني يتابع هناك أيضا طيرة هناك حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. الشعار الاقتصادي هناك أيضا يتجول ما بين المركز الأول والمركز الثاني. المركز الثالث أتواجد مع فزعة هذا الشوط، فزعة هناك أيضا سالم بن راشد الدوحة أيضا يتواجد مع فزعة. والمركز الرابع أنا أتواجد مع عالية هناك أيضا عالية، وهذا الاسم الغالي سعيد بن عبد الله بن مناخر الأخيلي. يلا يا أبو عبد الله مع المركز الرابع. المركز الخامس من حاف هناك أيضا ناصر بن عبيد بن يزرب العامري هناك أيضا قادم من مدينة العين مدينة الخضرة والجمال. وهناك أهملولة سيف بن محمد بن سيف القفلي أيضا يتواجد، بينما أيضا أعزائي المشاهدين الطيارة منصور بن أحمد بن علي بالشيبه السبوسي. بينما المركز التاسع أراقب هناك مع الشاهنيه مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي. يلا يا ابو محمد، يلا يا ايضا شعار محبوبه الذي هناك حضر مع 8 كيلو مترات في هذا الميدان وقدمت العرض الجميل. بينما المركز العاشر أراقب الطياره وهناك يتقدم هذا الاسم خليفه بن حمد بن سليم الاكتبي. هكذا النداء للمراكز العشر الأوائل المتقدمة. هراقب شعارات لم يحين موعد دخولها حتى هذه اللحظات، ترقبوا لها من بعد جسر العبور حصريا هناك أيضا مع هذه الشعارات الجميلة. دائما الصدارة والمقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات. العاصمة هناك أيضا تتواجد على الصدارة، تتواجد مع المقدمة، ويتقدم جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري هنا على صدارة هذا الشوط. الله المركز الثاني حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري هنا على المركز الثاني يراقب هناك أيضا. استراحة محارب مع المركز الثاني، انطلق مع المركز الثالث عالية هناك أيضا سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي على المركز الثالث. أتابع المركز الرابع في هذه اللحظات هملولة سيف بن محمد بن سيف الأقفلي. يلا يا أبو محمد على المركز الرابع. يا سلام يا سلام يا سلام، الكوكب رباعية، الكوكب رباعية، فلا أروع من هذا. الشعارات الجميلة، العمالقة في موقع واحد، الكبار في موقع واحد. هناك شعار أبو عبد الله، وهناك أيضا البرنس، وهناك شعار الاقتصادي، وأيضا يتدخل في هذه اللحظات شعار الأقفلي. المركز الخامس أتابع هناك أيضا فزعة 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 فزعة، ويلا هي الفزعة يا أبو راشد. بينما شعار بن يزرب هناك أيضا يتقدم مع منحاف، منحاف يا منحاف ناصر بن عبيد بن يزرب العامري. عودة إلى الصدارة هذا الشوط مع المقدمة. المركز الأول هنا أتابع هذه الشعارات، اختلط الحابل منابل مع الصدارة والمقدمة، هما رباعية فلا أروع مع صدارة هذا الشوط. البرنس ما زال على الصدارة، ما زال مع العاصمة، ولكن الشعار الاقتصادي يقدم هناك طير على ثاني المراكز. المركز الثالث أتابع هملولة هناك أيضا هذه اللحظات دشت معاهن واسمها هملولة، تتواجد أيضا في هذه اللحظات سيف بن محمد بن سيف الأقفلي. وهناك أيضا عالية 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 على المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الرابع في هذه اللحظات معالي سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي مع المركز الرابع. والمركز الخامس وصول من منحاف، يتقدم شعار ناصر بن عبيد بن يزرب العامري. وهناك الطيارة، الله يا الطيارة، الله يا السبوسي. هناك أيضا حضر مع المراكز الأمامية هنا منصور بن أحمد بن علي بالشيبه السبوسي. يا سلام يا سلام يا سلام. وهناك فزعة سالم بن راشد الدوحة من يتواجد في هذه اللحظات. الله عودة إلى الصدارة مع المركز الأول. التحدي والإثارة، الكل
الأول والأخير الكيل الخطير هناك أيضا في هذه المسافة. يا سلام، 8 كيلومترات هي المسافة المقررة، ولكن صدارة هذا الشوط هناك أيضا صدارة هذا الشوط مع العاصمة، العاصمة 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 ما زالت العاصمة، ولكن خطيرة هناك أيضا مع المركز الثاني، طيرة هناك أيضا حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري والعصافة الأبطال ما حركوه ولا تحتاج إلى أوامر. المركز الثالث أتابع حملولة، أتابع حملولة. المركز الرابع قدمها شيء، قدمها تكفى يا أبو عبد الله. مع المركز الرابع هنا أهالي الخزنة ينتظرون السلامات في هذه اللحظات. هناك أيضا أعزائي المشاهدين حملولة ولكن عالية 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 عالية. هناك سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي، وصل بن يزرب، وصل العامري، وصلت من حاف، تقدمت من حاف. هناك أيضا مع المركز الخامس في هذه اللحظات أعود إلى الصدارة مع المركز الأول. الله يا هذا الشوط، الله يا هذا الشوط. محليات الأسايل لسن الحول 8 كيلومترات، الكل في موقع واحد، الكل في مسار واحد. البرنس هناك على الصدارة عالية على ثاني المراكز، من حاف تقدمت هملولة من الجانب الآخر، الشعار الاقتصادي، ولكن البرنس مع العاصمة، العاصمة هناك مع الصدارة. هناك من حاف، من حاف حضرت، من حاف حضرت، من حاف ناصر بن عبيد بن أزرب العامري. السلام عيناوي، السلام عيناوي، سلام عيناوي، سلام سلام مدينة الخضرة والجمال. هناك أيضا مع شعار بن يزرب المركز الثاني يتقدم. هناك أيضا العاصمة جار الله من محمد الطالب بن عقيل بن نابت المري، والمركز الثالث عالية ولكن هناك طيرة حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، والمركز الرابع كان من نصيب. المركز الثالث أعزائي المشاهدين كان من نصيب هناك عالية سعيد بن عبد الله بن مناخر الأخيلي، والمركز الرابع طيرة حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، والمركز الخامس هناك لحيلها مع ضاء أيضا خط النهاية. عودة إلى الصدارة هناك أيضا أعزائي المشاهدين، والتحديات والإثارة في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. شوفوا الاندفاع مع الأمتار الأخيرة. هناك أيضا من حاف ناصر بن عبيد بن يزرب العامري الذي حضر مع الأمتار الأخيرة لتكون من حاف هناك صاحبة المقدمة والمركز الأول. التوقيت الزمني أيضا أعزائي المشاهدين ومشكور يا أبو علي، و13 دقيقة ما في ثواني إلا 7 أجزاء من الثانية. المركز الثاني يتقدم جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل بن نابت المري مع العاصمة، والتوقيت المركز الثاني 13 دقيقة وأيضا بدون ثواني ولكن 8 أجزاء من الثانية. المركز الثالث هناك أيضا أعزائي المشاهدين تتقدم هناك أيضا في هذه اللحظات صاحبة أيضا المركز الثالث، وهناك حملولة سيف بن محمد بن سيف الأغفلي. مشكور يا أبو محمد، 13 دقيقة ثانية و3 أجزاء من الثانية، والتهنية هناك أيضا أعزائي المشاهدين لأيضا البن حمدش والسيد مبارك بن سعيد بن محمد الأخير.